دلوقتي جه وقت استلام التيشيرتات، اللحظة اللي كل لاعب كان مستنيها من أول ما دخل المعسكر. وزي ما بيحصل في كل البطولات العالمية والدوريات الأوروبية، كان معاد اللعيبة مع جلسة تصوير عاشوا فيها الأجواء الاحترافية من أول يوم ليهم. الموسم ده شاف حلم كابتانه مصر بيتحقق في الموسم الأول، عشان كده كله دلوقتي حاطط قدام عينيه هدف واحد بس، حلمه أن يكون كابتانه الموسم الثاني. ماما وحشتين، أنا بوعدك أن إن شاء الله هبقى كابتانه مصر الموسم الثاني.